أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه فطرني وإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله